الآن كل ما يجي الواحد يتكلم عن تحقيق الأهداف وما الأهداف، كلنا يجي على بالنا إنه اللي بيبني بيت، اللي بيتزوج، اللي 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 رئيسية. وهذه أهداف. أيوة هذه أهداف رئيسية. لكن أنا من وجهة نظري القاصرة جدا، يعني وجهة نظري البسيطة، أشوف إنه أي هدف للإنسان في حياته إذا ما كان هذا الهدف يقربه من الهدف الأكبر والأسمى والأعظم، أنا أشوف إنه مو هدف. الشيء الثاني إجابة على سؤال هاني لما قال أنا كإنسان مسكين ليش أنت دائما تقول له حط هدف هدف هدف. أنا أقول إنه الإنسان اللي يحط هدف في حياته هذا الإنسان اللي يبغى يعيش حياة ثانية فيما بعد. كل الناس اللي الآن مخلد ذكرهم من 1000 سنة 200 500 400 سنة ترى كان لهم أهداف، كان عندهم شيء يبغى يوصلوا له. وعلى يعني من الأمثلة عمر بن عبد العزيز لما كان يقول إن لنفسا تواقة وإلى أن وصل إلى الخلافة بعدين قال أتوق الآن إلى الجنة. فما يمنع الإنسان لازم يكون عنده. فأنا أشوف إنه الهدف إذا ما كان هدف أخروي، هدف يقربك من الله عز وجل يخلد ذكرك فيما بعد فهو ويوصلك إلى الجنة وإلى الفردوس. فهذا الله خير أبو سارة سريعا. لا يعني تستصغر أهدافك، ما تقول هذا ما حيأثر فينا أو ما راح يسوي شيء. الجبل أساسه من حصى. يا سلام. إن هذا إن الجبال لا إن هذه العصا من هذه العصية لا تلب الحية إلا الحية.